السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، ازيك يا استاذ علي؟ منور، الله يخليك يطول عمرك، ما شاء الله عليك، الله يبارك فيك. ان شاء الله القميص حلو وانت حلو، يجنن كلك كلك تجنن ما شاء الله، حق ما شاء الله تبارك. سبحان الله، الله يخليك. لا لا كيف؟ وليش تاخرت اليوم يا علي؟ 11 بالدقيقه. لا الحين كم؟ 11 و10 يا علي. لا ما فيش 10، لا وسبع دقائق، ويبقى 3 دقائق ناقص. انا تحت في الاسانسير كل ده. ايوه بس المهم انت بخير؟ كله بخير طول ما انا بخير. امك والعيال والجماعه كلهم بخير؟ انا ابشرك ان محسن بخير، وان اليوم من ما دخن الا 10 سيجارات بس في الطريق، وجايني ريحه التحره طفايه. مدخنه يعني شو الحل؟ شو الحل معه؟ ايه؟ او شو الحل فيه؟ ناخذ السجاير منه. ما في فائل البحث اللي اخرت النهارده؟ مش تاخير. امال ايه؟ بس يعني لدرجه انا مش قادر، مفيش وقت عندي اعمل اي يعني الحاجات الضروريه. اوكي انجز اختصار. المهم ان انا كان عندي اجتماع النهارده. اها. توزيع التكليفات بتاعت المدرسين. ايوه. لازم يمضوا عليها، خلاص الدراسه بقى. كناظر انت اوكي؟ والحمد لله. انجيل. خد بالك، فعشان تقعد تمضي بقى وتقنع فلان بشغل جديد او تكلفه بحاجه عمل فوق شغل. اللي هو انت تكلفه هو. انا والمدير، انا واثنين كمان. ماشي ماشي اوكي بعدين. في انت بتسالني ليه؟ خلاص عارف بعدين. بس ده اللي عشان تيجي هنا قلت لل ايه؟ قلت له امي مالها؟ مريضه. اه ودوك اذن يعني انت يا المدير استاذنت من منو؟ من الوزير؟ المدير. يوم انت المدير. لا انا مش المدير، قلت لك انا مش المدير. امال شو؟ ناظر. احنا ثلاث موظفين في المدرسه او ثلاث وكلاء في المدرسه تحت المدير. ايوه. ما بيعرفش يعمل حاجه. فانت قلت حقهم انك قلت حق المدير انك بصير حق امك. اه كان عايز يجي معايا. زين اوكي، شفت حل الاعصار اللي حصل في الدمار؟ اي شفت. يعني شوف هناك، انا سمعت اني مش عارف 400 مليار دولار في مكان واحد. يعني كم بال يعني 50 جنيه هنا لو جيت اما كده. يعني احنا ما عندناش حاجات بمليارات الدولارات كده. اي بس هتبقى مصايب دنيا ثانيه وفرق كبير. لا حول الله. هو كده بتاع 100 بقره ولا دول كنز بتاعك. زين الحين محسن، العنب اللي كان هنا اختفى فين؟ باظ رميناه. حرام عليك. برامينات. يعني حرام برامينات. يعني انا كل حين انت تيود مش انت قلت بازو معفن؟ بازو معفن انت بتاكلو كل حدينا كتير. يا الله فاضل اثنين هيبوظوا، خذي انت بقى عشان بايظه. لا انا كنت المهم المهم زين، شو عن الاعصار حاليا؟ الاعصار ربنا يسترها علينا على مصر اللي يجي هنا تبقى نصيبه. ليه؟ عندنا بيوت مستنيه زقه تكله واحده. بيجي المطر عندنا نص ساعة بيقول لك سقوط وانهيارات وتصدعات في العماير، ان عندنا عماير من 200 سنة ما تحطش فيها مسمار صيانة. ايوه. بتعمل كده. ايوه. يعني تخيل بقى الاعصار ده يبقى ربعه بس كفاية. مش لازم كل ده يعني. يدمر لك مصر كلها. ان شاء الله خير باذن الله. خالد بيقول لنا كله كل حاجة. الفاكهة دي محدش يقرب على ايه؟ الموز. الموز. محسن بقى ممكن يطيح في دماغه ان هو مش عايز ياكل حاجه خالص الا الموز. الشيطان بيوسوس له بقى زي ما يعني خلى التفاح وخلى التين وخلى العنب. والله هو الواحد الحاجه اللي هتمنع عنه بالذات يبقى هيموت. يعني هو عايز واحده بس اهو. شفت ايه الشيطان زي ما وسوس قبل كده وخرج سيدنا ادم وستنا حواء من الجنه. اه هيخرج محسن من الجنه بتاعت خالد. هيطرد بره دلوقتي. الموز وخلص. يلا عشان تضيف يا ويلك يا ويلك عشان بس يا بدل لا 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 بعادل الموز كم واحدة؟ معدودة كم واحدة؟ لا لا يا انت مش عارف. لا لا ما لا معدودة بشوف الحين علب وانا ثيابي في الكبتات حاسب منها. كم كم كل شيء محسوب ابوي، كل شيء محسوب، كل شيء كل حاجة في هنا كل شيء ابوي حتى حطيت الحين دعوه جايتني من نادي التراث للامارات عسب المعرض الدولي للصيد والفروسيه. جايتني الدعوه هذه وانا اعتذر لعدم تواجدي في الدوله، فان شاء الله الملحوقه والجايات اكثر. يا غير الله يحفظكم نادي تراث الامارات، نادي تراث الامارات
نادي عريق وتأسس من هالكثر سنة ما شاء الله تبارك الرحمن، وكل سنة يقومون بمعارض عديدة، لبله هذا هبله هذا، لكن المرة هذه معرضهم راح يكون أشمل وأوسع وفي نطاق وايد كبير من المشاركين والمشاركات من جميع الدول، فشيء جميل راح يكون، الله ييسر أمورهم ويوفدهم إن شاء الله. وعادة مميزين بنادي التراث بمعارضهم المميزة لما تحتويه من عبق التاريخ والماضي والحديث، يدمجون. بالنسبة للمطعم، يعني الله يحفظكم، اللي حطيت العنوان قبل شوية، هالسكوية هاي أول ما تدخل شيء ثلاث مطاعم، أول بادي يجيك المطعم الإيطالي، وعقبه المطعم الصيني اللي هو ما سوشي، وعقبه هي المطعم اللبناني اللي انا كنت فيه، وعلى جنبات عاده كافيهات اللي يبون هل الدويخه واللي يدخون وما يدخون، يعني المكان كبير وفنان وجميل جميل جميل، عبق مصر فيه، يعني مش عبق مصر مال التمثيل، لا عبق مصر، مصر مش الشيء التقليدي يعني قصدي المزيف، لا مصر الفنانين، مصر الراقين، السقرت اللي درسوا وثقفوا وناس يعني وايد راقين اللي حضرون الأماكن هذه الموجود اللي أنا شفتهم وشايفنهم العام، يا غير السنة بعد أخير وأخير. فأنا اللي أقصده الناس كلها خير وبركة، يا غير اللي أطريه إنه مش أماكن مثلا اللي يقولك والله إحنا رايحين للأشياء المصرية اللي في الحسين، اللي في الحسين حاليا ما آزم تراثي، لا آزم تمثيل على التراث وكل التقليد، مش شيء الأصلي، الشيء الأصلي مش موجود حاليا، اللي موجود كله تجاري مثل التقليد عن الحياة الصحيحة، يا غير حاليا الحياة المصريين الفنان الزقرت اللي وايد فنانة توجد في هالأماكن مثل هالمكان البارح شفته، مش بلدي لا كلاس مثل اللي عندنا ويمكن أخير بعد إذا ما كان نفس المستوى، يا غير الطعم المصري موجود فيه، الطعم المصري اللي هو المزح والسوالف ويعني وقرقعة المصريين يعني المحبوبة لدينا اللي نحن انتعنا عسبها. قشور بتاكل قشور؟ لا مستحيل. اي اللي شو تبغى؟ بعدين بشوفها كان شكلها هي قبل ما تتاكل. فأقول لكم يعني سبحان الله المكان وايد فنان وايد يازل، يعني ما توقعت أنا عادة يوم يقول لك والله أكل لبناني، أي شفتوا مثلا أول تلباح يوم أقول لكم المطعم الهندي هذا اللي سرت له بس اسمه هندي ما في أي شيء، لكن المطعم هذا لبناني وهو صدق لبناني. وشوف يعني مثل الأكل الأرمني والأكل اللي تاكله في لبنان، لا مستحيل تلقط أكل تاكله مثل اللي تاكله في لبنان، يا غير يعني 90% أنا أعطي 90% من الأكل اللبناني هروح إنجاز كبير يعني، ويسد اليلسة والمنظر الجميل والجو الفنان ونظافة المكان، مكان وايد وايد جميل يعني، ما بمالقوم بعبود لا، ولا بمالقوم ناس كشرة لا، المكان مال ناس تعرف يعني، من أنظف الأماكن اللي تروم تصير تيلس وتستمتع بوقت، ويستحسن من المغرب وما فوق نيلس، لكن مشكلة المكان أنا ما عندي رقمهم ترى، واسمي يلا تمني ما أدري منهم مسوي له كابتشر وطرش لي إياه اسمه وحطيته لكم، ما أعرف رقم تليفونه ولا أعرف عنوانه بس أعرف اسمه، بس هذا هو اللي سكويا ما أدري شو هو، لازم ما أدري شو اسم الشارع البطل ما أدري منه ورقم الشارع ما أدري شو ورقم الباركن، هذا كله أنا ما أعرفه، يا غير اللواد بتعرف إن اللي ما غير اللي قلبهم حي. صباح الخير. عيب صلاة
على الطويلة ثنايا الأمود وانت مذاير عني بعيد، ما ادري بتعاتك عني يمصد ولا بخوف من الحساسي، ما يازت اللامة على البعد شوف ودونا تقصر الليد، ولا بصفج الخد على الخد ولا استشاق الريد ياسين، ارحم قليب صار مرتد خذته وقيدته بلاقيد، لو نعذلته عنك ما يرد عيا وفيك النصح ما يفيد، تابع هواك ولا بقى حد سيدي وغيرك قال مريد، ابيات من الموروث الشعبي من الزمن الجميل. ما شاء الله تبارك الرحمن في الاغنيه اللي نحن فيه هذا فور سيزون نايل بلازا مال جاردن سيتي انتظر لين عينه ولا غرفه فاضيه فل الفندق ما شاء الله، واغلبيه كل من هالامارات الاغلبيه البارح واول البارح واليوم يعني ما شيء ولا غرفه، سبحانك يا رب، لان الفندق فنان، فندق فنان، فلذلك تنعكس الخدمه والسمعه الطيبه، فلذلك يعني ما تلقط اللي في الفنادق اللي من غير موجود عندهم، فلذلك الفندق ما شاء الله وايد فنان، وعلى هالاساس ابتزر لين عينه ولا كيف يا عبي ابتزر؟ كلهن ترى الفنادق مزرات، كلهن الفنادق مزرات، يا غير فندقنا يمتاز بالكواليتي مال العرب اللي فيه، الكواليتي الموجود حتى اللي بتبين اللوبي بيشوف الناس اللي جالسه في اللوبي غير عن اي ناس جالسه في اي لوبي معين، لا اللي هني العقل والثقل والرزانه وجايين في شغل وبيصيرون محدي اللي يسكن في فندقنا ما يحق القرقعه 90% منهم مرقود، من يعدي الساعه ابوي وحده 12 12 ونص في الليل كلهم من طبل شراتنا هذا، وانا حينه ما اخلي بقعه في البحور اسهر لان اذان الفير، يا غير من جيت هالبلاد اي البلاد السهر مصر، يا غير انا ابوكم من جيت هالبلاد من عد الساعه 1 12 ونص انا ابوي في خبر كان. يا عيال الحلال صرت 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 لين هذا منه على ما تشوفونه لين دحل ليك يا مغمت يا ينام هي يا ياكل يا يسرع واحد من الاثنين ثلاثة مثلا ياكل يا ينام يا يسرع حياتك ما بحياه يعني في السعودية كذا من قطعوا ايدك بلاد ايه عشان نايم؟ لا عشان سارق وكان سارق وانت نايم يعني كان سارق وانت صاحي كوباية فين اللي كانت محمد دلوقتي كوباية هي والله اللي فيها نظف الوداد هي والله غالية دي هي والله مال الفندق قيمة نادرة لا غطاته موجودة والقلاص مال اللي يحطون فيه القطن مع الدرين ما ادري بك وينو الحين انت ما بتظهر من الفندق الا مفتش ماشي يوم ما تريبك كل ما بغرب العد انا سماعتي جايب لك التليفونات جايب لك الوايرات والشروش ها كل ما شفته اتسلطت على سماعتي وشليت شلك برق شلك برق غرب اللاته احنا سهل جدا نعرف هو ولا لا ازاي انه ادي الغطا البصمات هي والله صدقت بس وخلاص زين شو بينفعك عاد هذا هي تمام بي صحيح شو بتشوف والله ها ما شفتش انا حاجه ما شفتش ايه بالظبط الكوبايه انا بقى شكلها الكوبايه اه علي بخبرك اول يوم يا انت بعد ما وصلت هاك اليوم اول يوم خذك مطلعي خذ مطلعي تعال تعال تعيلس ورا الشيطان عايز يلس شوف علي ما في شيء انا ما خبرتك عنه قال علي انت اول يوم جيت شفته صابع وسخات وحالته لله وثياب محلطات اسكت 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 ولا شيء سليم فيه المراد دخلت انا تمسحت وحطيت سيادتي هني وصليت السياده هي ما وعيت بالله عقل جوتي وين رايح؟ جاي حشيي يصلي راح اتوضى بشيي قلت له الحين انت دي منظر يدين واحد هذا يد واحد انت حينه شوف انا بفهمك شو قلت له قلت له حط في بالك
لي بيحاسبك رب العالمين. وثانيا انا ناوي اعطيك شيء، ان صليت ولا ما صليت هذا لا بيزيد ولا بيقصر، لكن حط في بالك انك انت ان كنت ساير تصلي بس الا مراءاك حتى بيز ما بتشوف فتحه شبه عينك طبعا. وكانك وينبونك ما تصلي تمهنمونه لاني تحملني ذنب المراءاه طبعا ما ينفعش. لا ما شيء مشكله علي، ما شيء مشكله لو انه طاهر جاي مخلط ها النية وشو جاي زين زين جاي وريحة الدنيا تعطط منه محل البرفان يعني معفن ولا ريحته معفنه بالضبط واحد شعره على واحد بطن بتاعه ريحته سهيجه تعرفها السهيجه هل يخلونها في بين الثياب عن الصراصير ايه ده بودره العفريت بودره الصراصير بودره الصراصير هو حاطه عندي صراصير انزين لمراد وش لك انت قلت له كان قال خلاص انا بيني وبينك انا ولا انا افتريت عليك من غير كذب يا محسن قول الصدق ما تكذب لا اي لا ما مش ما افتريتش يعني ايه يعني كنت انت من الاساس تصلي الصبح والفجر بس وربنا فرض صلاتين بس الصبح والفجر يعني فرض واحد لا بعد ما بصحى يعني هاي واللي هاك اليوم كنت بصلي مال كيلوات يعني يعني انك متدين يعني انا مسلم قلت يعني ما قلت ربنا يمكن يفتحها علي يا سلام رب الله فرض واحد في اليوم خمس فروض بقى فرض واحد تقشف تقشف دعم خلص من الصلاه استغفر الله. القصة هاي قبل كم سنة مستوية؟ 10-12 سنة. انزين اللي هي قصة شو؟ التكييف المكيف. انزين الموضوع قال قلنا له شو سويت في البيزات اللي ينك؟ اخذتها دبغة؟ قال لك انا جبت تكييف. جبت تكييف. جبت ايه يا محسن؟ مكيف. المهم مكيف ايه مكيف هذا سبليت لا شباك هذا مثل مالنا مال جنرال الاول هاللي انزين تحلف يا محسن قال اقسم بالله العظيم اني جبت مكيف قلنا له هنروح عندك مش قلنا شو قلنا له نروح عندك قلنا له بنروح هنديك فلوس تانية اكتر من اللي دخلتها انزين بعدين شو قال لما لقى الموضوع داخل في الجد قال لك بصراحه لا 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 سألناه بكم خدت المكيف حدد سعر قال 200 أو 300 جنيه انت قال والله انت قلت له معقول مكيف 300 جنيه ويوم رصينا عليه آخر شيء انه جايب الشباك بتاعه اللي هو الهيكل الأخير. بس يعني خد اول بما معنى خد الويف مال الكنديشن وحطه كديكور الكنديشن والقرف والوايرات هذا ما شيء الا انه ما كانش بيطلع هواء يعني بس خد الويف يعني انت مالك اتصل بالضمان هي. قال لهم ان الهيكل اللي انتوا بعتوا لي مش هي يعني ان طالب بيطلع هواء ساق يعني في لا في كذب يا محسن الانسان يوم بيكذب كذب مصفصف ولا صدق ملخبط يقول لك كذب مستف ولا كذب ملخفن هي سلامين اتعلم انا والله كل والله هي عصابه هاي عصابه حسب الله عندي انا قاعد مع ناس كبيره في السن وخبره وياما كذبنا وياما الفنا وياما عملنا قصص مساكم خير ونور وسرور يعني الله يحفظكم الحين هذا وقت ظهرتنا طاحت الشمس وعينا من الله خير ورمح سنسوله فلا ما في شيء معين نسوي بنظهر عادة ولا في مكان معين يعني نحن حاطين في بالنا أننا بنسير له و يعني الوجه نحن ظاهرين وين بنسير ما في شيء معين أو مكان يعني تحدوني أنا ظاهر من تعال يا عليك رفجة زي ظاهر لأن جماعة سلام عليك الأخو الأخو وسلام عليك في الفور سيزن الأشكال مال زي كباشة لا أبو لك. محمد على طول أبو محمد هي. لا زين نعرفك عزل زين هذا حين روح الرجال بيعرف عمره عبد الله من الكويت والله والنعم وانت أبويا أنا من الكويت والله والنعم أنا فيك أبوي جماعة أبوي فنانين وخيرين وأياويد وريحتكم ريحتها يا أبوي ودار نيتوا منها أبوي وتنكيتوا داركم داري ودوم أنا وعلى الله يبارك فيكم ويحفظكم ومن صغارة نفوسكم اللي زغرتوني وأنا أيدكم جزاكم الله خير
وحسان اللي بيتابعني وطيب وحسان يتابعك عند كذا جزاه الله خير أبرك كم ساعة شو الله يرحم والدي من رضاه خليكم إن شاء الله ولا يفرق ما بيننا لكن أنتم شعرتم مني أنا موجود الحين بس كيف عرفت اني انا موجود في الفندق بلسانك ايوه طالع اسنانك 24 ساعه ما ننطر ما نوقف يلا مرخصك الله يخليك الله يسلمك وانت شاركت انت غدا مره بعد بعدك الاندون انقول شو بعد الاندون الاندون بعد بس منطقه قبل قدا نروح مطار قدام نروح قدام ناخذ سيارة ونص ساعة نوصل الجونة الحين الدنيا كلها عرفت انك سايق الجونة كالعادة ونحن نمشي بوي وقفنا بوي عند راعي قصب وبنخليه ما يخصك انت بنسوي بخليناك تسوي لنا قصب ضك شوي بنخليه يصور ها يوم اقول لكم الملاس هذا الملاس ها تشوفونه هذا ها هذا يغدي بوي هذا يطعم هالمصر يطعمون دبشم وخبرتكم شو السبب انه اسكت تسكت يسوون علف العلف شيء يفيدهم فيه يبعد شيء اسمه تسمم الحمل اذا الدبش ياكل فيه شيء حلاوه هذا يخوز عنهن هذا العوق ما بالسح السح ما يسد السح يتحط سح يسد ولا لا يعني بهانس ما كنك يا ابو زيد ما غزيت ولا تروم تقود الهنا المريس مره واحده بين دحقن يحمرن يبي تضرب بيصبن بيخترب حلالك بيولي يعني يا غير الملاس هذا له طريقه في مصر غير روحهم يفرمونه ويخلطونه ويا العلف الليلهم في الخليج مفروض انه يسوونه الله يسلمكم المريس في مصر والدول الافريقية عندهم بدال السح عندهم شيء وايد غالي فلذلك يطعمون بوي دبشم بدال السح يعطونهن اللي هو القصب هذا بقايا القصب في الخليج عندنا نعطيهن سح ومريس ونحسف ويعني الاشياء هذه بقايا السح وبقايا التمور يعني فلذلك الحمد لله حاليا العالم كله تعرف ان الوفيات تموت الام والعيال والسبب شو نقص السكر اللي هو تسمم الحمل اسمه فهذا يعيض نسبه السكر نقص السكر هي اللي تسوي نسبه السكر في دم الدابش يوم بتيل على الولد وقت الولاده قبل الولاده بيومين ثلاثه العيال اللي داخلها صخولها يمتص نسبة السكر اللي في الجسم كامل فلذلك تلقتها موصل اليوم باكر تصبح تمسي ما تلقتها الا جلبت راسها الدلعت رقبتها شو السبب؟ نقص السكر فتموت هي والعيال اللهم لك الحمد بس بغيت اخبركم عن وانسب وقت انك تعطي الملاس او السح بطريقه مكثفه اخر شهرين في الولاده يعني اخر شهرين قبل الولاده او شهر وعشرين يوم شهر ونص يعطوني يعني الدبش اللي هو هذا اللي خبرتكم عنه حين تريع عاد ابوي الليلنا هذا حين يزهر يلا يا حق دبش يعني دبش ماشية ايوه ابيض زي جميل ايه بيرت عينك وهذا الرمان خلص انت ما خلصت وجه محسن مالكش كوبايه طيب يلا مع السلامه يا بس وليش صبايا ولا ايه ليش مسمن ابو شنب الشايب شوف ما شاء الله عليه سلام حبيبي سلام لكم هذا اللي يبني انا مصر هاي مداعبات وضحت وعندك ودونك ابو شنب على قولة علي الحين نحن سايرين الله يسلمك وين علي سايرين منطقه يسمونها التوفيقيه زين وسايرين عاده ما تشذبك صدق والله ايه سايرين هناك بنتمشى وخلاص العالم الله وين الله بهي يودينا ها كلنا نحن سايرين مشي ترى نحن ما سايرين سيايير ها
هذا بعيد تقريبا ما يقارب 5 كيلو يبعد، وهذا كله في نص في نص هالمكان. احنا نمشي الحين بين البنايات، احنا نمشي الشارع. المبنى ده يا علي ده مجمع التحرير؟ لا ده على اليمين الجامعة الأمريكية. لو أنا بقول لك ركز، الجامعة الأمريكية ده الجامعة الأمريكية. أيوة. واللي 20 سنة أنا رايح جاي وبسألك ده إيه؟ لا أنت سألتني على المتحف المصري. قلت لك ده الجامعة الأمريكية. عشان أنت عارف إن في مصر هنا في قصور وبيوت بتلف. زين. فأنا قلت ده لف ده مكان ده. قلت لك على المتحف المصري. يعني إنه الجامعة الأمريكية. قلت لي متأكد؟ قلت لك متأكد. 20 سنة وأنت 20 سنة. وأنت. 20 سنة منكذبش. ايوه وانت جاي معيشني. أيوة. في كذب وما شيء كبر. ده الجامعة الأمريكية. جامعة الأمريكية. ايوه ليش يعني في امريكان يخش المتحف؟ امريكية. امتداد الشارع اللي نحن جايين به امتداد ميدان التحرير. ميدان التحرير ها شو بنيانهم؟ نفس بنيان بريطانيا لما تشوفون بنيان الاولي، يعني مش اي بنيان، حتى هذا تحس انه اعرق وارتب. شوفوا الركائز اللي عليهن البلكونات، ولا في الخيال تلقطهن في الشوارع العادية في لندن. البنيان اللي بهالطريقة تلقطه بس في القصور. هذا ترى أكيد إنه كان قصر سابقا، أكيد إنه كان سابقا كان قصر 100%. أنا طال عمركم في ميدان طلعت حرب في وسط البلد، وطلعت حرب هذا اللي تشوفونه. متوفي سنة 41 1941. انزين هذا بارك الله فيكم، هل تشوفون هذا؟ ها هذا 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 ابوي هو سبب ازدهار واقتصادك انت يا مصر كامل. هو اول من سوى البنوك بنك مصر، ومن عقبه سوى ابوي المشاريع اللي في مصر كلها، من طيران واقتصاد ومال قطن، مال شركات الاقطان والسكر والنسيج، وكل اللي ها شوفها كل هالبنيه. ها شوفها الدنيا، وكل اللي يخطر في الدنيا العوده عندهم في مصر. هو اول من سوى اقتصادها، اول من انشاها، اول شيء سوى بنكتش انت يا مصر. وهذا عدال ابوي قربي قربي شوف اشهر محل كيك، وهذا اشهر مكان ابوي مال بيع حلاوه واسكريم وكيك، وكانوا الملوك والرؤساء والزوار زوار في القاهرة أول ما يبونهم عند قربي. وقلت إذا بتلاحظون في المسلسلات الأبيض والأسود ولا التلفزيون الأفلام قصدي، بتلقطوا كل شادي وقام عبد الحليم وقام فريد كلهم أبوية رايحين قربي وقايم من قربي، رايحين قربي وسارين من قربي على هالمنوال. وهذا أبوي الحين هاي مصر، هذا البنيان الأولي وأهم شيء أبوي في هالمكان. ها على ما تشوفون ما في الحاضر مدح، عمار عمار يا الامارات، عمار ابويا بنك ابو ظبي الوطني حافظ عليك. وين حاطينك ابويا؟ في اهم مكان داير بنك ابو ظبي الوطني، ابويا في اهم مكان في شنتيا مصر في ميدان طلعت حرب. يلا انا مسعد خلاص، وايد العلوم وايد الاخبار وايد هالدنيا. لما اقول لكم ترى الشيء اللي في مصر ما يوجد في اي بلد في الدنيا العوده، خاصه على الحينه ابتدوا في الصيانه الخارجيه وينظفون حتى الاول في الوقت اللي خطف الاماكن هاي اللي تشوفونها كلها شرات الحوحاو عليهن، تلقطونهن مثل الشابيات البنايات هاي اللي تشوفونها حاليا. اعتقد اني جابوا لهم شركات صانتن غسلوهن من خاري ما تعرف شو السالفه، لكن ردني لقن شرات اللي في اوروبا بالضبط. الفرق بين اللي هني واللي هناك كان ان هاي الاول محوحوات وهاي لك الصالق. انا الحين لا، الصليج ابوي ازم عند هذيل وعند هاي له، يعني ما شي فرق. هاي شوف والله يا ربكم يتعبدوني الاول وقت لين العام خط هالبنايات ما تشوف اي شيء من معالم البنايه من كثر الغبار وشرات الودج عليهن. هاي من نفس البنايات اللي خطفنا عنهن، يا غير هذا ابوي بعدها حوحاوها ما ياها ابوي الزام حق يقشون عنها الحوحاو. ها على ما تشوفون ها هذا العمار البنايات هاي اللي توني صورت لكم اياها في اول الحاره اول الشارع
كلهن ابوي كان هنمونه دي اظني عند مايه وقتها اسبق السوق على هالحوحات. اي والله البنايه يعني هي هذه حتى 300 سنه عندها شو يعني العز اللي خطه على هالمكان شو تركيبه منو السكن في هالاماكن الجميله. انا نتمشى عادي على الله يحفظكم انا وكابتن كابتن محسن هو المدرب المنتخب. اي والله وعلي المدرب المنتخب. ها وعين الا الجماعه ها. ايوه السلام عليكم. كيف حالكم؟ كيف انتم؟ وشوش غير الوشوش خالص. زين؟ الحين انت من ابويا؟ غير الوشكه. ناصر الدوشي من راس الخير. والله ونعم وانت ابويا؟ عبد الله من الوشكه. وانت ابويا؟ محمد من باب. اقدع ناس منين؟ من باب اقول لي. انت بعد له شرايح؟ انت من زمان ويا الجماعه؟ طبعا. يا ويل لا يكون هذا شرايح ام حسين. مره نفس الطبع يا رب. بعد نفس الطبع؟ ايه تحمل. تمرين لو اكون امبابة. امبابة. تعال كلم الراجل. منين من امبابة؟ سلام سلام. ايوه الامام الغزالي حبيبي انا من عند العمارة. من عند العمارة. يلا بينا. السلام عليكم. لا ما دارش. ما دارش. طلب منك الريال هالريال قال لي لا تعاملني معاملة الخالدي ويا علي الله يخليك. معاملة خالد العلي يمكن من 15 20 سنة نحن تعار او كم علي؟ 15 سنة. فالجماعة هاي ماخذ عليهم وماخذين علي فكل هاللي يستوي مزح وسوالف كان يسوي جو. فمزح المصر يعني بلد 100 مليون طبعا مش معقولة انت مثل علي وعلي مثلك ولا انا مثل فلان وهذا. نحن كلنا من بلاد وحدة ما كلنا واحد وكل انسان يختلف في المعاملة. الحين الجماعة هذين ما يقدرون يعاملونك مثل ما انا عامل علي وعامل محسن لان انت طريقتك معهم غير وانا طريقتي غير. انت تعرفهم من سنتين ثلاث والهذا نحن نعرفهم اكثر من 15 سنة يختلف قبل ما تولد. على ما وايحتوا نحن ابوي سايرين سوء التوفيقيه. يا سلام. زين هذا ها خضره ابو فواكه بس نطمش ما بنشتري كل يوم ياخذون. السماعه دي بتاعتك ولا بتاعت الراجل ده؟ لا بتاعتك. شوف شو قصدك يعني؟ شو قصدك يعني؟ نفس السماعه اللي كتبها واحد من امه. انت مش متابعنا الاسلام؟ متابع طبعا. تعرف قصه السماعه؟ تعرف قصه السماعه؟ متابع من اول ما كنت قاعد بتحكي على الشيخ اهو. شيخ علي. حي. اخذت عليه ركبه. يلا مع السلامه. سلام حبيبي. على ما تشوفون على ما تشوفون لا كلها علي في قدام بيتكم كم تاخذون الخبز هذا؟ هني بكم يبيعونه؟ هنا بربع جنيه. اربعة بجنيه. الاربع حبات؟ بجنيه. يعني الجنيه كم معنا نحن؟ خمس ربع درع. اربع عنات. الاربعة باربع عنات. زين واللي عند بيتكم انت والمدعم مال الحكومة؟ 20 بجنيه. 20 قرص؟ بجنيه. 20 خبزة باربع عنات؟ باربع. 20 خبز من هذا باربع عنات ويقولون مصر غالي وغالي وغالي. ما شيء غالي ابوي. اللي يبي يعيش بملايين عاش واللي يبي يعيش ابوي ياكل ويشرب بما يرضي الله بيعيش. الله نكمل. هذا ابوي سوء التوفيقيه. هذا بارك الله فيكم سوء التوفيقيه. شوف البنايه هاي. هذا هاي الحوحاو اللي في الكون كله فيها يبقى ابوي كان الشيء ايوه هاي ما يبقى ما في الحاضر مدح. هذا ابوي بعد وهذا قبل. هاي ابوي هذه بحوحاوها بعد ما انقش عنها وهاي ابوي بلي حوحاو. وكل انسان ابوي عينه ميزانه. هذا ابوي كل اللي تشوفونه خارجها كله ديزل كله ديزل من بنت من 300 400 500 سنه. يا حرام ما نمتت حتى جامع من جامعات الخارجيات. ها على ما تشوفون ما. يا. هذا سوء التوفيقية سوء التوفيقية. على ما تشوفون كل ما تشتهون من الفواكه موجودة عندهم الطيب أنواع والرطبان والعنقور كذا نمونة. شو بقول ما شايف الدنيا. ما بنا انا توقعت انه سوق جمله طلع ما بسوق جمله سوق عادي يعني تبريز برزيب عادي حال بكيتينات العادي. غرامي انا اللي تحيدون التين.
غير الحجم عادي مش انها تين تين اسكندريه ب 12 جنيه موزين لي ابو محسن بهايك الحكي البرحي ما شاء الله يذبحي وهاك فص عويس هذا فص عويس عادها ها هذا يوم اقول لك فص فص هذا فص شويه كبر عن الرايده هاي عادها هذه عاد فص الاصليه كل من صغر حجمها كل من زانت ان شاء الله بغيت بخبرك شكرا الفص ابوي وين بلاده وين منطقته اسمع لي كل ما في فص الا من اسمع لي احنا منقش مع اللاوي ايوه بارك الله فيك شكرا جزيلا حق الحين احنا نبغي فص الفص متى بتجيب لنا اياه انا سفر السفر سفر يوم الحد يوم 17 هي 17 ان شاء الله المفروض يوم 16 يكون عندي لا يوم 16 ان شاء الله شو احسن من فص عندك هو العويش والفص العويس انه الاقدع الاقدع الفص اوكي احلى بكثير خطير اكيد اه والله يا سلام انت كل يوم كم تصمصم على الفص كل يوم كل يوم كم تاكل لا كل يعني انا مش قوي يعني مش مشكيل المانجا يعني بتاع اني حبيتين ثلاثه كل يوم ما شاء الله عليك هي جميله الفص جزاك الله خير زين كم بتعطينا الكرتون الكرتون 500 ما في مشكله زين شو بلادها وين الفص اسماعيليه احلى احلى انواع المانجا كل مانجا ولا لا الفص بالذات الفص بالذات اسمع اللاوي احلى احلى حاجه درامنا احسن حجم للفص اللي عندك احسن حجم هو الفص كل ما تكون اصغر احلى ايوه زي كذا يعني وين احسن حجم للفص احسن حاجه ده الفص كل ما يكون اصغر احلى ايوه هي طعمه احسن احلى بكثير اه والبذره بتاعته صغيره شو نوع المانجا اللي عندكم غير في عويس في فونسا في تيمور في بيض العجل في هندي منشاوي هذا كله عندك الحين موجود وفي الفونس كله موجود المانجا عندك المانجا حاليا 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 لا مش حاليا ها شو عندك الحين المانجا 40 نوع حاليا شو اللي موجود عندك عويس زين وبيض العجل زين وهندي زين وتيمور هي وفص العويس زين فص العويس هي فينا باقي ثلاث اربع انواع تراوينا تراوي الجماعه وانا نسيت مطعم الرفاعي سيدة زينب اللي هاك اليوم سرنا ولقطنا مبند كان لسه قافل دي هل تتوقع انه ما مبند اليوم؟ لا لا لا, لا. وين طلع مبند؟ ايه؟ يروح محل ثاني هتعمل لي هتتلمني يعني وانا عارف يعني هتتم ياكل الله العظيم انا شغله نحن عايز تجرب صبحي جابر؟ منو صبحي جابر؟ لا 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 اقول لكم هذا الحين المنطقه هاي تشوفونها كلها في وسط البلد ممنوع يخاف السيايير بس ابوي اوادم كلها ابوي مقاهي ومطاعم سيتي ووك سيتي ووك شو؟ سيتي ووك سيتي ووك اللي ها كل ابوي على ما تشوفون كل هذا سيتي ووك مال وسط البلد ايوه شو اسمع لي؟ سيتي ووك سيتي ايوه يلا بلابس خلاص بصير الحين السيد انت عشان ان شاء الله الطريق 33 دقيقة مشي 33 دقيقة 2 كيلو ونص المسافة والحبيب لي يقول والله نبي نسير سيارة ليش تبي تسير سيارة شيخ؟ احنا لسه جايين من الاوتيل لحد هنا ماشي زين فيها بتاع 7 كيلو زين خلاص بقى جوعنا يا سلام ماشي كمان ونرجع ماشي بعد لا نرجع ماشي لا نروح أنا ماشي انا وعدك نروح نروح بسيارة ونرجع ماشي زين كم كيلو من اللي هناك كيلوين ونص لا لا انا وزنت انت الاربعة يلا بقى نركب بقى ما الله ما عندك كابتن ماشي ابوي شان تبع لا مش حمش برايك انا هجري يلا ليش علي الرياضة زين يا رجال مش اللي في سني يا سلام هذا اللي تشوفونها جميع اكسسوارات البهايم هسه طحال منبار كوارع زين لحمة راس ولسان هذا كل ابوي في هذا تشوفون يا احمد يا احمد هذا ابوي كل على ما تشوفون يلا يلا
يا مع علي اسمه قول لك عايز على بحر احلى اكل احمد راس تديت انت قبل؟ ما انا اكلنا معاك انا تبعين السيره صدق والله؟ اه والله تديت انا هذا؟ اكلت كان فنان عيبري؟ لا والله لا ما عجبكش بس عجبنا احنا هيكم المطعم هذا فيه شيء غريب يسوون شوربه كوارع ومن ضمن الشوربه يكون حد حضيض في العالم هاي كلها اللي فيه حد محظوظ شو حظ عاده فجأة تلقى طيباغب ايه تلقى وهره شو عاد القوهرة عين الثور ولا البقرة ولا عيل هالمثل يكون لقطاها داخل الطاسة هاي اللي حقه شوربة هالليلة بس ويازم لبغيم ما لحد عاد اني يعني طاحت الجوهرة في طاسة ما تشوف هذاك مثلا شو مسمي اللي قدمه هناك شو مسمينه؟ اكسسوارات البهايم وهذا شو مسمينه؟ فواكه اللحوم يعني اي شيء يخصه بالمعلاق والكبد والفواد والراس والعيون والظلوف والاذنين ولحمه الراس والمنبار والكرشه كمان تسميها الصحه حالات تسميها الحلويات ايوه اي والله هذا ابو سوق الخضره مالهم كل شبرة جديدة هاي اللي تشوفونها ما بشبرة قديمة يقول لك التين تو جاي ها هذا التين شوفوه مراضين شوف ما شاء الله تبارك الرحمن شيء يعني ياخذ العقل سبحانك يا رب اللهم دهنا احفظها من الزوال شوفوا العنب رطبان زغلول ما ادري منو ابوي يتنقى لي اخيرا ما يكون كيلو ب 12 جنيه رخص الترى قلت له 2 كيلو بيسدني ابوي يومين 3 ايام مسكر يا ريس امور وين تلقط حد انت اي بلاد اي بلد في الدنيا تسافر يوم تطلب منه شيء يقول لك من عيني خبرني في بلاد في الدنيا العودة ما يوجد هذا الشيء إلا في مصر في أم الدنيا ليه سموها أم الدنيا أبوي هاي من إيجابياتها أنا من الإمارات الإمارات حبيبي الله يرحم والديك فأقول مستحيل أي حد مصري تلقط إلا من عيني وكل شيء اللي كلمة طيبة ما في أحسن منها شيء أحسن من الطيب احسن شيء الله مبارك لنا الدنيا عنده مريوده خلق الله وما خلق هذا كل فص حقي انا حنينه من واحده بارك الله فيك 2 كيلو؟ حوزنهم لكم يلا بارك الله فيك شيء عجيب ها يكبر شكرا سبحانك يا رب مرادم اخيرا ما يكون عاد هو عندهم هذا جوافه ريحة تصير يومين شده ريحة الجوافه معلوم عاد هم رياحي يا اخي ايش بتسوي عاد لا بس ولا عبء يقولون لونك جميل وزين لكن في طبع ما تقايل نسيت والله لونك جميل وزين فيك ما تشوف طبع مرياحي ما اتذكر والله هو هنبيتين الحق رب الله شدو الحظ وين بلحقه يلحقني حق يترجمني ابي ترجم يلحقني يسعفني بالبيت بيت قصيد هو عن الزيتون غير ما يحاضرني حاليا انت غير اخذنا ابوي عنب انت اللي حلو يا عسل بارك الله فيك جزاك الله خير بس خلاص اخذنا ابوي تين وزيتون تين وزيتون شو بعد تين وزيتون شو بعد وعنب نموتين
شويون من هذا شويون من هذا. من كل شنط من عندك؟ كله في بطونهم والله كانت تبصد. ها. كله في بطون ها. هذا جالس ولف. ها. على كرسي كبار السن. ها؟ كبار السن. شو اللي عورك؟ رجلي لا بعد حرف الراء شوف مره ثانيه رجلي وقعت ايه رجلي وقعت يجي رجلي وقعت منه اي حاجه وهذا اسمي حبلاء شوف وانت سايق كل هنا ابوي بسطه اللي بيع تين واللي بيع خضره وهناك رواعي حلب الطماط وبصل وما ادري شو كل حد مسوي اللي برزه ما حد والله بطال لا شغل ولا ضمن الا ها اخينا هذا ابوي لا شغل ولا ضمن بس اكل ومرعى والا تصنعه لا شغل ولا ضمن وايد حل ها وايد حلك برشه عندي هذه مصر يوم اتمشى في نصها البقع هذه مصر اللي انا اعشقها هذه مصر الفنانه شوفها الكوسه بنمون كنمون بنمون والبصل لك كوسه 100 نوع ها شوف ابدا بلاد 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 عسبتيها الله مبارك فيها 30 قرص 30 رغيف كم 20 خبزه بجنيه انزين مصري لا 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 مدعوم هذا مدعم وكل تقولونه وان البلد غاليه غاليه شو الغالي وين الغالي دعموا لكم اللحمه والله لو دعموا لكم الدنيا كلها كلمه جزاكم الله خير حق حكومتكم ما بتقولون الله منكب خاصة انت عادل انت من بد العرب وين زي الفل المصري المفجور المفجور كيفك صلاح؟ شو اخبارك؟ تمام كيف بابا خالد؟ خير تمام امتى يجي؟ الاهل الاهل انت تكلم تليفون؟ لا انت يوحش بابا خالد؟ ها؟ انت ليه مسافر؟ أنا؟ آه. عندي ها؟ أمس؟ وين مسافر؟ هذا كيف هذا؟ دبي وحبابة كيف هذا؟ أنت مسافر؟ إيه؟ وين؟ دبي؟ لا تعالي هذا تايلاند؟ إيه أمس مسافر؟ إيه؟ كذابني شوف هنا أمس أنت وين؟ أنت وين؟ أنا مسافر أنا من دبي أنت خل بلدك؟ أنا أنت دبي مسافر سارة موضي كله دبي نوم نوم أنت يمسك فندق لا ما مفهوم ما قالت ما قالت ليه ما في فلوس ما حد فلوس انت ها ما عارف ليه ما تعرف انت تبي تتزوج صح ايه تبي اولاد ايه كيف ما ينوت صلاح انت تبي تتزوج قول قول والله انت عجوز الحين سنتين خلاص انت ما يجيب اولاد لازم انت تتزوج الحين تتزوج انا صلاح انا ليه انا ما يتزوج ما يسوي عروس انا ايه شوف انا كان سنه يتريا انت ما يتزوج انت ما يتزوج انا ها بانوش انت كيف انت يلا تزوج حنان منوتي حنان ما عارف هذا باكر انت كله بغل 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 ايه بغل بغل شيء جميل وتتمسك في نص الحواري هذه كلها ابوي مقاهي لكن بتي هذا ما بمكان انك تجلس تتشخص ومره داز بالحيل ويغدي شكلك ملفت للنظر لا تمشي حالك من حالهم بنطلون جينز فاني لدلعه شورت تلبس يعني ما بدك تلبس الحين شيء مثمن وتي تشوف عمرك على المسلمين اللي المسلمين لا انت وانت يعني حالك حال العرب تمشي وتمشي وتعد خطاك بعد ما بدنا تمشي هبتجلس تتنقب بحد ولا تطنز بهم ولا تقولهم كلمه عويه ولا مستظله لا 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 اكبر عيب العيب ترى عيب عندهم لو عندنا ما حد يرضى على عمره ما حد يرضى على عمره ولا ايه يا علي؟ ايوه كله صح اهلا بويتات ما زينهم شوف هالبنيه القديم هذا المصريه ها علي؟ الحاره المصريه هل وهذا شو بعد نفس الشيء هذا؟ بيوت الحارات المصريه سبحان الله
شوف منشر الغسيل، يقول عني منشر الغسيل ليلة، هذا يمشبوها، هذا منشر الغسيل. الحين نحن ندورك من ساعة كاملة، وين رحت؟ في وقفنا مع والتين قاعد هم كده، يعني ما شيء خاف منه ولا حتى وقع رجع لرجل يوزن. ها نرجع لرجل يوزن. حاسبنها انت ولا لا؟ حاسبنا ولا لا؟ لا لا هو قاعد مش هياكل فكت يعني. يا ويلك ودنا بكون شبعان، ودنا ابوي عند هذا شو اسمه الرفاعي. ها شو رايك احدث محلات الكفته والكباب في مصر؟ يلا احدث بقى له البيع والمشترى وين ما تصير وانت تمشي. ها بريز وكلنا ابوي باستطاعته، كلنا ابوي باستطاعته، اللي ابوي عنده عشر اشترى واللي عنده مليون اشترى واللي عنده ربيتين اشترى، سوق لكل الفئات اللي في العالم يعني دق حساب الرزيف. كلنا ابوي شيء مولات عيال من اخير ما يكون في العالم، غير ابوي ما بروا مسير لهن اللي في التجمع ما ادري شو وما هذه من الوادم. الحين ارقود ها الحين يتبردون جايين، شو بنكم ولا جايين تمشون ولا مسيرين على حد بنكم؟ لقطوا الناس رقود ولا لقطوهم احد في بيتهم وما تعايا وين بيصيروا يدقون بروسهم؟ رقدوا ابوي في هالبقعه. انا قلت يمكن في هذا الطريق، شو رايكم؟ تخميني ان الجماعه هاي مسيرين على ناس سيروا عليهم ما كانوا موجودين، مسافرين كانهم سايرين العمره ما تعرف وين سايرين، و ما لقطوهم دقوا براسهم في هالمكان. حافظ على التين الشوك عيل يقول ما بوقته. يا سلام اسميني باخذ منك. السلام عليكم. ما في تين شوكي يعني الحين موسم التين شوكي؟ اه اكيد اكيد. مسكر ولا كذا وكذا؟ هو اخره ده اخر الموسم يعني مسكر ان شاء الله. اكيد. شوف لي 10 ولا 20 حبه مسكرين ان شاء الله، جهزهم وديهم لي في طبق في اكياس. ماشي يلا. قص لي يمكن هنتي اول وحده تهمه والثاني ولانها اتهم. قال ابوي ترى اخر موسم، انا قلت لك انا ما غشيته. قلت ابوي على هذاك هاك اللي الله كاتب لنا والعذر والسموحه ابوي، انا لا اريد ولا شياته. اي نعم ودرته. اقول لكم الحين عاد نحن يمكن باقي دقيقتين عن نوصل المطعم. نحن الحين في نص خنخوش، في نص خنخوش النفس عن نفس ما تروم تمشي بالعالم يعني، وكلهم ابوي سايرين المطعم هذا مطعم الكباب جي. يا ربي العالم عاد فيه في الطريق هذا هالنمونه. وهذا هو ابوي المطعم الكبابجي، هذا الكبابجي الرفاعي من هذاك الان الى هالان. هذا خاص ابوي كل مخللات ليلهم الحيضان لان كثر العالم اللي يوها كل هالامم. لا اله الا الله كله في السكه يا سيدي، واللي هناك وداخل المطعم بعد خلق الله ما خلق يعني. مطعم في المستوى رقم 2 كديكور او ون او يمكن شيء اقل عن ون، لكن هذا العالم اللي في الدنيا كلها فيه من عالي لين يعني ما يتمحد في الدنيا الا اياه كلها العربتي. وهذا ها هذا هو المطعم. السلام عليكم يا حكم. هذا شوفوه هذا الحين يرويكم، يرويكم منو كان يرويكم. حريت عمري صورته قبل ما صورته شو اسمه؟ هذا حسين فهمي فاروق الفيشاوي. هو باقي الممثلين ما اعرفهم عاد ما حفظ اساميهم. تقديمهم ها يجيبوا لك الخبز، هالصحن الرطل ها متخلوع، وهاي طحينيه وسلطه تم، وهذا ما ادري شو، هذا كيف بعد مخلل يا غير كله فنان وكله زين. كل هالعالم تجي من اخر الدنيا. شوف هاي جلسه تحكم رمل وباسكو جميع القطاب يا غير شيء فنان وقاوي. مين؟ موريكا. موريكا؟ دي موريكا؟
ما هرموني تعبان مش لك قوة انا ايه جي لك قوة عشان نفخ ولا البطارية لا الله القطه انبسطت شكرا يا رئيس شكرا شكرا بارك الله فيك مونيكا كان هضل عينك بس لما تيجي عين هي ليك انت حبيب انت نظرك ضايب طلع عينيا قول لي وجاي لي وهشيري لي هي مالي نفسك جنبك سيل طبعا انت هذا جنب اجمد واحد بتاع كفته احلى عظم ليا الشيخ احلى حته كفته طبعا النقطه الثانيه غلابه بس بيستغلب ازاي يعني كده انت كده اتدورتي لما جيتي هنا هناك نحيفه بص بتاع مخال ده ايوه هتبقى مشهوره هتوصل ازاي يخرب بيتك هتلبسني غلبانه بص مفاجئ ايه الاخبار تمام كلت الكفته هطلب لك بقى نص نيفه وواحد كده سلطه كده تروشي وتلبيك شوالي العيال وانت ماشيه ها يا طيب زين روح هذا حين اغسل يكي يعني غسلونك سر اغسل يكي يا الجرثوم سر سر عندك العيني تربوط القطه يا الله عندك الوهاب ابوي نحن جينا كم حين وطلبنا طلب هذا شو عاد حين شباب وكفته وريش وهذا وادي نيفه النيفة شو الفرق بين النيفة وهذا؟ النيفة دي لحمة زي لحمة المندي حاجة بتبقى ناعمة وطرية انزي وهذا؟ ده كباب بقى وكفتة وريش بتشوى على الفحم ايوه شكرا جزاك الله خير بارك الله فيك قول بدي اسطور المحوم الزبران المغربي بروح قبل يروحوا محسن وعمر التغلبي لو بشرب اسطور المحوم الزبران المغربي بروح قبل يروحوا سنوان عمر التغلبي يا الغرام متعطروا يا يبعطركم الأولي يا يبغرامي وبشروا بصوغ ماكم مزملي يا الغرام متعطروا يا يبعطركم الأولي عين عين يا مدو الحامي عين وين هذا وين هذا وين راس وين راس فينا هاي يقول لك وين وين راس فينا هذه هاي راسم المعاريش هاي هاي كم كل فنان وكل غابوا يعني والحمد تنترفة وناضية وحامز لك اللي أسوى عن هذا وهذا ترى ما أعطيتهم يأكلون منه هذا هاي يسمونها نيفة عبارة عن شو ها شو الحمد تش قايل شو أقول لكم الدوب دول الحمى شو السبب لانها ما ترقايج مالت الاطراف مال الضلوع مال الرقبه فتي نسبه الشحم فيها زياده على اللزوم فتي مش حمى وما تقهر ضو من يحطونها على الضوء مره ذابت غير عن اللحم هاك غير كل ترف كل فنان غير هذا ضروري اللي بيي الرفاعي يطلب نيفه ضروري تقولون نبى نيفة نيفة وكباب وكفتة وهذا يسمونه ريش وايد فنان كان ما يبى هالنمونة تشاهد عاد انت وايد عطهن هذا عظيمات عطهن هتشمه ما ترجع له تاني لا تاكلك تاكلك انت تاكل عط عايزة كفتة ولا نيفة ولا كفتة ولا نيفة تاكل ايه تاكل كباب تاكل الزباين والله كمان كباب. نص كيلو ولا بحة. شكرا يا كابتن.
كله مية مية. شكرا. جيب لك شاي ولا حاجة؟ لا أبوي بس يبون فاتورة. فاتورة. لا فاتورة برضو إن شاء الله. ردينا ابو فندقنا ردينا قواعدنا سالم استلينا الساعة ساعة كم طلعنا مع علي؟ نازلين الساعة 6:30 ايه يعني كم ساعة؟ اقولكم اللوبي ما يشل من مخلوق كم مرة تصور بيفتنون علي كلها مخلوق في لوبينا ودروا فنادقهم ودروا كل مكان ويوم فندقنا ما ادري شو السر السر الشو اللي يخلي العرب كلها تودر بالرغم من شيء من فنادقهم يعني مثل ريتز كارلتون وما شفت خطف يوم الا شيء عرس يوميا عرس في لوبينا ويستوي القرقعه كان ما ادري يستوي العرس بين المغرب والعشاء تسوي الزف والزف تكون جميلة يزفون العروس قدام العالم هاي كلها سبحان الله ما يكون ما يكون أنا موجود والزفات العرايس اللي يكون في فندقنا يعني هذا أغلى صالة عراس عندهم في ستية مصر كاملة فلذلك أكيد إنه هاي يلبوا التيار مالهم تيارهم يكون عرسهم في الفندق هذا خليت ابوي يقدموني انا هو ويت انا اخذت لي لفه في اللوبي وحين ان شاء الله ساير الغرفة الجمعه ترى يوم قبل وانا لاحجنهم الحين يوم كل الخرد اصطفت واحضرا كل المزاعيني قمت اعيد الشوق وتلفت وارتقبكم يا محبيني مبرحين شروات المكفة مستهل الدمع من عيني دمعة على الخدم وجفت غدرت من فوق خديني مثل نف الموسم ينفت يود من درة ثمانيني الله مثل نف الموسم ينفت يود من درة ثمانيني اهوي لي روحي اشتفت الوصلكم يا مضانيني والليالي وشوفكم قفت وقبرت بيام تشقيني كم مرة روحي توفت وانت وينك ما تعزيني بي وله واشواق ما خفت من نهارا ما تلاجيني والمحبة كفت ووفت عذبتني لين للحين وسواء الله اكبر يا بديع الله يصح لسانك يا صاحب دنك يوم يقول لك والله ما يحك ظهيري غير ظهيري ها طيب حيث اني انا جايب منه تي طعمه زينه متفلق من اطرافه وكل وحده هلمتها هنتين هني يلا يلا نقضى بكف ويوم الا انا متكل على سحر قيس ناكر ونكير والله بس بالخيب علي ايه شو صار اجمل المطعم انا هي قال لك الكباب بيخضرني ها الكباب بيخضرني شو ورمك هالنموذج انا قلت القطه اللي جنبك بسم الله بعد ما قلت الكفته قلت القطه حليت بالقطه هف الله اكبر عليه والله يا ابو كناكر وين يا كرمات يا ابو شيء تشاهد ها طالع يا حافظ الله على مشترى يا حافظ الله على مشترى ابو محمد ما شاء الله عليه انا اللي اشتريت ها انا توقف جنبك يا بعدي يا مايد يا بعدي انا بشتريته ازاي